You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money, and you don't know where the fuck it's gonna take you. Effectivement, تبع زطلة تعرف وين تلحق عند سطايلي ولا ليبي حتى تبع دراهم ما على بالك شو نكح تلحق. من يبدأ هذا الوباء من يبدأ هذا المرض LOMS المنظمة العالمية للصحة لعبت دور أساسي. هي المنظمة الصحة العالمية، هي اللي عندها الدراء، هي اللي عندها العلم، هي اللي تعطي النصائح، هي اللي عندها الحلول. بعد كل ما جرى من كما قلوا مقابلات مباشرة وغير مباشرة ما بين الماريكان مع الواماس، انتهت مبع خروج ماريكان من منظمة الصحة العالمية، وأخيرا الجزائر مع ممثل الرسميات على الواماس ومع الواماس في قضية كلوروكين. ما قدروش نذكروهم كامل بس كل عدد ديالهم راه طال بزاف والزبايل تاع الواماس كتروا. كيف السؤال حين نطرحه إلى الناس اللي عندهم كمهمة ومسؤولية الصحة العالمية لكل الأفراد لسبع مليار نسمة في هذا الأرض، شكون أو يمولك؟ قل لي شكون أو يمولك نقول لك شكون أنت. نبدأ. على بالنا كامل دوك باللي الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة دونالد جي ترامب خرجوا من منظمة الصحة العالمية. أوكي، مواجهة جارت أدت إلى هذه نهائيا. دوك الممول الأكبر تاع LOMS المنظمة الصحة العالمية شكون؟ هل هي دولة؟ هل هي منظمة عالمية؟ هو شخص، هو فرد بمنظمته الخاصة وهي الفونداسيون بيل أند ميليندا غيتس. هذا الإنسان هو أكبر ممول من يقدم المال لهذه المنظمة. المنظمة بيل وميليندا غيتس نلقاوها أيضا تمول منظمات صحية أخرى خاصة اللي تعمل في الفيروس كما الفياش، كيف فينانساو ما بين 2019 أيضا في أطرافر الجلوبال فوند المحاربة والبحث لوجود حل وفاكسين على الفياش. بعد تيوري نلقاو لابراتيك ولقاء حلول. الحل اللي لقاوه هو في راسهم يحبوا بزاف هذه الحاجة هو الفاكسين، دكس الناس شغل جيجان ضبيهم. ومن المؤسسات العالمية اللي عندها اون جيستيون هاد البروغرام لا فاكسيناسيون اسمها الغافي. الغافي على رسو التقت اموال من بيل اند ميليندا غيتس فاونديشن ما يقدر ب ريحة 6 ملايير دولار سنة 2019. تقدر مازال نلقاو منظمة واحدة، شخص واحد بسياسته بنظرته بإيديولوجية ديالو دخل وسيطر على ما يكون الصحة العالمية، يمبوزي سون بروبر بروغرام الأورغانيغرام ديالو. إذا ذكرنا المؤسسات اللي تمثل الصحة العالمية ما فيها LOMS، ما فيها الغافي، ما فيها The Global Fund، نذكروا أيضا في أمريكا. إذا أمريكا هي دولة قارة كيف تعطي له ديابازون بما يجري عندها اللي وش راح يجري أونسويت مما بعد في بلدان أخرى، وحادث جورج فلويد اللي صارت باريكوشي زادت تولدت في بريطانيا وفرنسا إتان إكزومبل على هذا الشيء. نلقاو عندهم مؤسسات صحية تاعهم كيما لا سي دي سي، الممولين الأساسيين تاع لا سي دي سي. نعاودوا نلقاو مرة واحدة أخرى بيل أند ميليندا غيتس فاونديشن. نلقاو تاني الناشونال انستيتيوت اوف الرجي او ديزيز تاع امريكا اللي كان ترأسه شكون؟ أنتوني فوزي، هذاك فوزي الحاج فوزي اللي كنا نشوفه في لي كونفرنس مع دونالد ترامب وديبورا بيركس. هذا الانسان اطرافر هاد لا فونداسيون كان مقرب من لا فونداسيون الثانيه هي بيل أند ميليندا غيتس، ما قدر ما عطى له يقدر ب 100 مليون دولار اونيكمون بور هاد الانستيتيوت في لا ريشيرش تاع لي الرجي، منهم شنو؟ كورونا فيروس. وكي تزيد تحوس شويه تلقى ما بين بلي هذا انتوني فوسي كان ان ديريكتور سيجون في لا ريشيرش تاع لا فونداس تاع لا فونداسيون بيل أند ميليندا غيتس ما بين 2003 و 2010. جماعه رانا ندخلوا في اطار في حيز الا المقربين تاع المقربين، ما بقيناش في الخاصه طبقه الخاصه، بصح رانا في خاصه الخاصه، سيتادير ما يقرب بالجزائر بكلمه رانا في مرميطه وحده، في امريكا دايرين سيم باد، ولا فرنسا لو بونتو فلاج باش يباليزيو اي مرض. كما احنا في الجزائر رانا نشوفوا الارقام راهي الدعوه غير 113 112 111. حتى الانستيتيوت البريطاني The Imperial College of London اللي عنده هاد المهمة ستادير التنبؤ يجي من مالادي في العادج حالة حصرة في نونسي بار شكون؟ في نونسي بار بيل أند ميليندا غيتس. في أمريكا نلقى واحد آخر اسمه نيل فيرغسون. نيل فيرغسون هذا اللي عطانا التنبؤ الأول اللي قالنا باللي 3.5% دو طود مورتاليتي، هاوش حالة حين الموتو راح تقارب واحد 100 مليون عالميا شحال يموتو.
الأرقام هذه كانت خاطئة. شكون كان يمولهم؟ كان يمولهم بيل أند ميليندا غيتس فاونديشن. نزيدو نطبعو شوية لو ديلير شوية، نروحو للكوليج لافال، نلقاو أنوتر بروفيسور اللي مختص في هذا الإطار، دون لا ريشيرش ديالو كامل أي تي فينانسي، ممولة من طرف شكون؟ بيل أند ميليندا غيتس فاونديشن، لا سي دي سي و لو إم إس. جماعة هنا رانا في درجة النخبة الفاسدة. إذا قدرنا نخمو في صيفة لكاريكاتير، النخبة اللي تحب مصلحة الشعب لأنها مقربة للشعب، عندنا البوشعور الفرنسي اللي راولت. إذا عندنا النخبة لديك العاشة في الميبري كره الصيغة، عندنا هذه الطبقة، ستادر ماشي باسكو لديه علم يخمم المصلحة العامة تاعنا. هذا سيتان برانسيب تاع تركع له باسكو تظن أنه أكثر علم منك، بصح ما متاع عندك عقل، خمم، استعمل عقلك. وهاد الناس كامل اللي ذكرناهم كلهم توجهوا خلال هذه الأزمة، بس كما نسميهاش وباء عالمي، خلال هذه الأزمة اللي حبست الاقتصاد العالمي ودخلت الناس بزاف تحت سقف الفقر، كانوا في ذيك الفكرة قاعد موتوا ما حش حد حبس، أي جاي دوزيام فاك، أي جاي موجة تلتا، ورانا نشوفوا إعادة الإحياء. بصح إذاك حاب تعرف وش راح يصير عندك، شوف شو صار في أمريكا، بس عندك توجور روطار عن البقرة الأساسية اللي في بابيون، وكلهم راحوا في فكرة تاع ما نقدروش نجاوزوا هذه الأزمة إذا ما كاش فاكسين. فاكسين ستادير السيد اللي أعطى حياته كامل، دي ديرنيير زاني من حياته بيل غيتس، وهو يدير لابروموسيون تاع فكرة الفاكسين المعمم على العالم، ممكن حط بزاف دراهم مدى به يرجع سير انفستيسمون، هنا تقدر تفهم. بصح الريحة تاع الفاكسان هنا ندخلوا في إطار الكومبلو أبسولو، بصح ماشي مشكل، شغل ماشي هنا الإيدي، ماشي حد يحبني ولا يقول ياك تخمم مليح، لكن الإطار موجود. أنا لقيت المادة، لقينا المادة واسمها إيدي 2020، ستادير إيدي بيزارمون إيدي إيدي 2020، وهي ان فاكسان avec micro puissage financé ou dakhla fih Microsoft la Rockefeller Foundation. هاي الوثيقة موجودة بفكرة باللي تاع لازم ان سيرتان مومون الناس تولي عندهم ان سيرتيفيكا ميديكال ديجيتال في اي لحظة، توجور بفكر الافكار النبيلة، شغل تاع باسم الافكار النبيلة نديروا الميكرو بيساج للناس باش نعرفوا في اي الاوضاع صحية يكونوا وغيرها من الاوضاع. ensuite في قضية كورونا فيروس 2019 صار ان فينومين اسي انتيريسون ايفنت 201. عندك في ليدي 201 صرا في اكتوبر 2019 عدد من الاشخاص شاركوا فيه، الاولين نبداو بهم باسكو درنا بزاف معاهم في هذا الفيديو، بيل اند ميليندا غيتس فاونديشن، وورلد بانك، تشاينا سنتر اوف ديزيز كنترول، شنو ما مشي بعاد، لا سي دي سي امريكان، اون سيميلو ان بانديمي مونديال دو كورونا فيروس تيون 65 65 مليون في العالم. هذه في اكتوبر 2019. جماعة كي تصرا جريمة كاين توجور قضية بريميديتي ام لا، عمديا ام لا. قضية كورونا فيروس فايحة، فايحة بزاف هذه القضية، اكبر منا ومصالحها اكبر منا. احنا اذا جينا في الطريق معليش وقت الفطنة علينا، وقت الفطنة هذه هي انك تكون في مرحلة تاريخية كاتب تاريخك ولك تعيش تاريخ الاخرين. على هذا الكلام نقول لكم ختمناها مع هذه القضية، باسكو خرجت لنا مني في الاخر، جوبونس نتوما تاني ان شاء الله الاوضاع تعاود ترجع الى ما كانت، وهاد السمانه نبداو مشوارنا في تاريخ المكافحة، تاريخ النضال، تاريخ الفكر الوطني الجزائري. على هذا الكلام نقول لكم تبعونا، بقوا على خير، في الامان.